أريد أن أقدم حكاية صغيرة منتزعة من الأدب الفرنسي لها علاقة بهذا اللقاء أو بموضوع هذا اللقاء. الآية تقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ضل الطريق في الصحراء وسار وسار حتى أدركه العياء، فإذا بواحة صغيرة نخلة وبركة ماء، ويكاد يموت من العطش. شرب من هذه البركة حتى ارتوى وحالت منه التفاتة، فإذا إلى جانب البركة كيس مملوء وهو يظن أن فيه خبزا، لأنه بعد أن شرب يكاد يموت من الجوع. فلما فتح الكيس وجد فيه لآلي، لو كان في المدينة حق مليارات. فصاح قائلا وأسف هذه لآلي، صاح قائلا وأسف هذه لآلي. المغزى أنه اللآلي حق ملايين، بس بالصحراء الشيء المهم كيس رغيف خبز يأكله. قال وأسفه هذه لآلي. فأنا أقول يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. حجم الإنسان المالي، الملايين المملينة، الأرصدة في البنوك، المركبات الفارهة، القصور الجميلة، الحدائق، إطلالات البيت، المسبح الرائع، يعني كل أنواع الرفاه في الدنيا تنتهي بثانية واحدة عند الموت، تنتهي بثانية واحدة عند الموت. الذي جمعه في الدنيا بعمر مديد، مرحلة مرحلة، درجة درجة، رتبة رتبة، وبلغ قمة النجاح في الحياة، يأتي ملك الموت يأخذ منه كل شيء، فإذا هو صفر اليدين. فهذا الذي يقطع الفيافي والقفار وقد نال منه العطش نيلا كبيرا، رأى بركة ماء شرب، بقي الطعام، رأى الكيس فظن أن فيه خبزا، فلما فتح الكيس قال وأسفا هذه لآلي. في ذلك اليوم لم تنفعه اللآلئ أبدا. نعم. اللآلئ في الدنيا مليارات ثمن الكيس. نعم. بس في هذا اليوم لا تنفعه اللآلئ إطلاقا، في هذا اليوم لا تنفعه اللآلئ.